اليوم جينا نتناقش بوجود النواب باكر نلبس اشبال ونخلع المنفذ ونفتح المستوى عندنا. اليوم صراحه زيارتنا الى منفذ الشلامجه للاطلاع على واقع الحال دخول المواد الغذائيه والمواد الزراعيه، مثل ما البارحه شفنا السيد المحافظ استحصل الموافقات اللازمه لدخول المواد الاساسيه الى محافظه البصره لتخفيض الاسعار. صراحه اليوم احنا جينا المنفذ وشفنا الباب لحد الان مغلق. سيد مدير المنفذ علل السبب انه اليوم عطله جمعه. بصراحة هي رسالة نريد نوجهها إلى السيد رئيس وزراء أول مرة، وإلى السيد وزير الزراعة المبخوت الله يحفظه، وإلى السيد وزير التجارة. إحنا يوم غدا راح نطلع مظاهرة، وإذا ما انفتح المنفذ بالأسلوب الدبلوماسي القانوني الدستوري لا، إحنا مستعدين نفتحه بالدماء. هاي الرسالة أريدها توصل إلى ذان وزير الزراعة. اليوم أكو تعامل مع بعض السياسيين تلقاه منبطح للإقليم، انبطاح عجيب ما عرفت ليش، لذلك هذا هو سبب الانبطاح. هاي النتائج اليوم ابو الاقليم منافذه مفتوحه، اسعار المواد الغذائيه لو تقارنها بين البصره وبين الاقليم راح تلقى فرق كبير. زين هذاك مواطن وانا شنو بنغالي؟ لماذا الغزنامه الزراعيه تصدر على منافذ البصره ولا تصدر على معابر ومنافذ اقليم كردستان؟ معنى ذلك بانه محاوله محاربه الجهد الاكبر انه نحارب الشعب البصري في مصدر معيشته وفي رزقه وفي مصادر الحياه اليوميه اللي هي ابسط امور هي الغذاء. اليوم البصره تطل 90% من الموازنه، لكن حتى الغذاء ما نقدر نوفره لسكان محافظه البصرة واللي أصبحت من المحافظات الأشد فقرا. يعني اليوم إحنا مثل ما ننتج النفط وعلينا التلوث البيئي وعلينا المضار الصحية كلها، الغذاء إحنا ما نقدر نوفره. وللأسف اليوم تجويع مناطق الوسط والجنوب هذا لا نقبل به، وإن شاء الله ستكون لنا مواقف قوية بكرة إن شاء الله وبعد بكرة، وسنعمل على حتى المناصب اللي أساسية والمهمة سنعمل على تغييرها من أهالي البصرة حصرا. كلمة رمضان كريم ما جاي تنطبق على محافظة البصرة، الناس كلها جواعة، والسبب إحنا عندنا منافذ ومنافذنا مو إنه بس منافذ كردستان لأهل كردستان للأسف الشديد. خلي هذا اللي يقول رئيس الوزراء كذا، رئيس الوزراء مبخوت ورئيس الوزراء خوش رئيس، خلي هاي اللي واقع ما أدري وين تريد توصل بوزير الزراعة، وبعد ما أدري كم وزير لوقي هسه احنا ما افتهمنا، يعني هاي لوقيته على حساب الناس على حساب الفقراء لو على حساب محافظة البصرة؟ نعم نعم للبصرة، هيهات منا لله، هيهات منا لله، نعم نعم للبصرة، نعم نعم للبصرة، كلا كلا.